الكثير من المشترين تسألني هذا السؤال: رضا، كم من الوقت حتى يصل المنتج الذي اشتريته من موقع إيباي؟ وفي هذا الفيديو سأجيب على هذا السؤال. في الحقيقة العملية بسيطة وسهلة لمعرفة كم من الوقت حتى يصل المنتج إليكم. كل تاجر يبيع على الموقع مجبور أن يعرف فترة زمنية للمشتري، أي متى سيصل المنتج إليه. الفترة تتغير حسب خدمة الشحن الذي يستخدمها التاجر. دائما قبل شراء أي منتج انتبهوا في صفحة المبيعات في موقع إيباي للمنتج، يوجد بند الدليفري. هناك سيكون مبين الفترة الزمنية الذي سيصل إليكم المنتج بحالة شراء المنتج في التاريخ الحالي. إذا لم يصل المنتج في هذه الفترة وتعدى التاريخ، عليكم رفع شكوى على التاجر وتطلبوا منه إرجاع المبلغ الذي دفعتموه لأنه لم يفي بوعده. يوجد فيديو كامل يشرح كيفية رفع شكوى على موقع إيباي وهو مبين فوق الفيديو. أتمنى أنني نجحت بمساعدتكم، وإذا يوجد أي أسئلة أخرى تتعلق في البيع أو الشراء على موقع إيباي اكتبوها في التعليقات وسأعلن عنها فيديو بأسرع وقت ممكن. أيضا لا تنسوا الاشتراك بالقناة لمشاهدة الفيديوهات السابقة والفيديوهات التي سنعلنها أسبوعيا المتعلقة في مجال التجارة الإلكترونية. سأراكم في فيديو آخر.